هل يتطلب شغلك جهاز امكانياته غير محدودة؟ اذا جهاز الجالكسي نوت 20 الترا هو الجهاز المناسب لك. والأسبن أو القلم الذكي يعتبر 4 مرات أسرع وأكثر سلاسة، فبتقدر تسوي عروضك التقديمية وبتقدر توقع على عقود وبتقدر تحولها بأي فورمات كان، مثلاً كان PDF أو Word أو PowerPoint. وعن الPowerPoint تقدر تسوي عروضك التقديمية كلها باستخدام خاصية الـ Air Gesture في الأسبن. وأي نوت تكتبها على سامسونج نوتس تكون متزامنة بين كل أجهزتك. وعشان نخلي حياتك أسهل، تقدر تربط جهازك بالبي سي اللي عندك إياه في الشغل أو في البيت، وتقدر تنقل أو تنسخ أي شيء من التلفون للبي سي أو من البي سي للتلفون باستخدام خاصية Link to Windows، وبعد تقدر تطلع إشعاراتك واتصالاتك كلها على شاشة كبيرة.